من ضمن متابعتنا أيضا متابعة المبادرات الصحية، وزارة الصحة بتكشف عن حزمة التحاليل والفحوصات المجانية لرعاية صحة الأم والجنين. طبعا احنا متابعين مع حضراتكم منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرات شغالة على قدم وساق، 100 مليون صحة شغال على أكثر من مبادرة، وكنا تابعنا ورصدنا مع حضراتكم بالأرقام ومن خلال طبعا المؤتمرات الخاصة بوزارة الصحة والسكان ما له علاقة بما تم إنجازه في ملف قائمة الانتظار، وده كان ملف من الملفات الثقيلة جدا، وكان أتقل منه كمان الملف الخاص بفيروس سي، وكل ده تم الانتهاء منه وإنجازه الحمد لله. بس الأمر بالنسبة للدولة المصرية الحمد لله، ولأننا شغالين بشكل علمي ما بيتوقفش أن أنا عملت إنجاز. الفكرة في المتابعة، والفكرة كمان أنه ملف زي الصحة ده محتاج أنه على طول يبقى فيه أول بأول جديد، يبقى فيه على طول متابعة، يبقى فيه زي ما السيد الرئيس كان بيقول في آخر فعالية ليها علاقة بهذا الأمر. الفكرة مش في الإتاحة فقط، ولكن في جودة ما يقدم. وزارة الصحة والسكان بدورها قالت أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين مهمة، وبتقدم مجموعة من الفحوص والتحاليل والعلاج بالمجان بيتم فيه سرية تامة، وتبعت وزارة الصحة والسكان بتوفر مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين رعاية متكاملة طول فترة الحمل وبعد الولادة ب 42 يوم. قالت كمان الخدمات الصحية الخاصة بمبادرة صحة الأم والجنين متوفرة في مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية، وإن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية اللي بتقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وبتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة اللي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس وقياس الطول والوزن وضغط الدم أيضا، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة أنتي دي بعد الولادة من عدمه، إضافة إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال والكشف عن أمراض الجهاز البولي، وبيتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل أيضاً.